السلام عليكم خوتي، جيسبر تكونوا ملاح. هذا الفيديو راح تكون موجهة للمشاركة في مسابقة اليوتيوبرز اللي تنظمها موقع بودكاست عربية. ومادام السوجي يكون من اختيار المشترك هو اللي خير السوجي اللي راح يديره، خيرت لكم اليوم سوجي كيف تفرض احترامك على الناس وما تخليهاش تقلل من الشأن بتاعك. كاين بزاف ناس يعانيو من تقليل الاحترام ليهم من طرف الاصدقاء المقربين تاعهم، يعني ريبروش بزاف، وهذا كاع سببو تصارع. علاش؟ لخاطرش كي تكون تصارع بينك وبين زوج عباد ولا واحد ولا جماعه، تزيد تنقص الليميت اللي بينك وبينهم، وتزيد تصارع وتزيد الشتائم ليك. يعني تكون قاعد في جماعه تكون عنده يعني دفعه باه يقول لك اي كلمه نورمال، لخاطرش عليه الليميت بيناتكم راهو ما كاش بزاف. مادام ما كانش ليميت كاين اللي تجيه فرصه باه يولي دائما يسي يقلل من الاحترام تاعك في وسط العباد. كاين اللي تجيه هذه الحاجه نورمال يقول لك داخله في الصداقه اكسيتيرا، وكاين اللي تجيه حاجه عيانه وبرك يحشم باه يواجه بها اصدقائه اللي راهم يقللوا من الاحترام تاعو ويشتموا. ايماجيني انت هذه جاتك حاجه نورمال، مي تحط روحك في موقف انك تكون مع هذو الجماعه ويكونوا يتلفظوا معك الفاظ عيانه ويشتموا فيك ويقللوا من احترامك، ويفوت واحد من الاقارب تاعك ولا عائلتك ولا باباك ولا اصدقاء ولا الناس اللي تكون داي عليك نظره مليحه في المجتمع، من بعد يشوفوا هذوك الناس يعاملوك هكا ويشتموك، تولي انت في عيون هذوك الناس باللي ما كانش كاع، وطبعا راح تتحط في موقف محرج، وتولي الناس كاع تعاملك بهذيك الطريقه اللي هم يعاملوها بك المقربين هذوك، يقولوا هما كاع الناس تشتمك وتقلل من احترامك لخاطر تشوف باللي انت ما عندكش شخصيه وشخصيتك قليله وما تستاهلش الاحترام، وهكا تبدا تعاني من كاع من شرائح المجتمع. في الاخير هذا الشيء راح يخليك تولي منبوذ وكلي في المجتمع ما عندك حتى فايده لانك ما تستاهل ادنى احترام. مي انا درت هذا الفيديو باه نوريكم طريقه اللي تخليك تحبس هذا التقليل تاع الاحترام من الغير وتفرض نفسك وتخليهم دائما يحترموا. في البدايه كاع قبل ما نبداو نهضروا على الطريقه هذه يقول لك ما كاش نار بلا دخان، يعني لكل فعل رده فعل. لهنا هذو اللي راهم يشتموك ويعاملوك بهذه الطريقه، لو كان انت ما كنتش تشتمهم ثاني وتتاثرهم بهذيك الدرجه وتعاملهم بهذه الطريقه، هما صدقني باللي ما همش راح يشتموك ولا يقللوا من احترامك في جماعه ولا حتى وتكون بعضهم. يعني هما مادام راك تعامل فيهم هكا هما راه عندهم فرصه باه يعاملوك هكا، يحسوا باللي ليميت ما كاش. الوغ اول حاجه ديرها لازم انت تحبس هذيك العقليه، تولي انت ثاني ما تشتمهم ما تتصورهم ما تقلل من الاحترام تاعهم، سواء كنت معاهم غير انت وراسك وراسهم ولا تكونوا في جماعه. تقول لي بلي انا نعاملهم باحترام ومقادرهم وجامي شتمتهم ولا قلت من احترامهم، مي هما اللي راهم يقللوا من احترام ويشتموني بلا سبه. لهنا ندخلوا في الطريقه اللي لازم ديرها باه الناس تولي تحترمك وتفرض انت الاحترام عليهم، يولي ما كاش اللي يقدر يقلل من شانك. هذه الطريقه تنقسم لثلاث مراحل. في المرحله الاولى اذا شفت انسان تكونوا في جماعه ولا تكون راسك وراسو بدا يقلل من الاحترام تاعك وفي الشان تاعك ويشتم فيك، بين له بلي راك انزعجت من هذا الشيء وما عجبكش الحال، يعني دير كي يشتمك دير ملامح الغضب وانه ما عجبكش الحال من هذه الهضره تاعو والتقليل الاحترام تاعو. اذا شفت مازال هذا الشخص ولا هذو الناس يقللوا من احترامك، ننتقلوا للمرحله الثانيه، هي يعني اي شخص يسيه يقلل من شانك في جماعه ولا يشتمك ثم توقفوا عند حده، يعني تجبدوا اكوتي وتبدا تحكي معاه وتفهموا باللي هذه طريقه انت ما حبيتهاش وتقليل الاحترام تاعو ما يزيدش يعاودو هكا، باه توقفوا عند حده وما يزيدش يسيه مره اخرى يقلل من احترامك ولا يشتمك سواء كنت معاه برك ولا كونوا في جماعه. اذا ما فادوش هذو المراحل اللي حكينا عليهم الزوج اللي من قبل، كاين المرحله الثالثه والاخيره واللي هي كي تشوف الناس باللي تقلل من احترامك وتشتمك في وسط الجمايع ولا انت، اهجر هذوك العباد. تهجرهم بمعنى يعني تبتعد عليهم، ما تزيدش تجمع معهم، ما تزيدش تريح معهم في اي مكان سواء كنتوا في جامعه ولا في مقهى ولا في الشارع، انت اجبد عليهم يا ساعه تفوتوا صحه مي ما تبقاش هذاك الاختلاط اللي كان بيناتكم وتريحوا مع بعض. ثم كي تبتعد عليهم شهر شهرين مهم الوقت الاخر، يقولوا هما مجبرين باه يعاودوا يحترموك باه تعاود تولي ليهم. هذا اذا كانوا يحوسوا عليك تكون معهم وتبقى معهم في الجماعه، اذا ما حوسوش عليك في الابتعاد يكون ليك افضل ليهم لانك ما تحققش هذا الانواع باش تعيش معهم. مي اذا انت وليت ليهم ولا ما هجرتهمش ولا تقبلت، يعني دير في بالك راح يبقاو
كل يوم يقلوا من احترامك ويشتموا في وسط الجماعه اكسترا، على خاطرش عليها شافوك انت ما درت حتى اجراء. حتى ولا طلب الامر انك تقوم بالخطوه الثالثه اللي حكينا عليها في المرحله الثالثه اللي هي تبتعد عنهم، ما تخافش انك تصيبك الوحده ولا تبقى وحدك ولا تقول له كان انا نهجرهم نبقى وحدي وما كاينش اللي يقصر معايا وما ندمش في المجتمع. بالعكس كاين 99 الف شخص تحكي معه وتجمع معه، يعني بارتو كل ما تشوف انت تشوف زعما داصر جماعه من بعد تروح تخلى على ديك الجماعه وتلقى راك في جماعه واحده اخرى، راك كل يوم تكتشف الافضل وكل يوم تدي دروس من الحياه هذه. يعني انت ما تخافش انك راح تكون وحيد، كرامتك فوق كلش، ولازم تخلي الناس دائما محترماتك باش تولي عندك شخصيه قويه والناس دائما تدي عليك نظره مليحه في المجتمع. بو خوتي وصلنا لافان تاع لا فيديو، ديروا جيم تحت في لا فيديو وابونيو في لاجين تاع بودكاست اريبيا، بارطاجيو هذه لا فيديو قد ما قدرتوا. السلام عليكم خوتي، بيس.